فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد بالأقرأ الأجود أو الأكثر حفظا؟ لا، الأجود، المراد الأجود الذي يجيد القراءة ولا يلحن فيها، يجيدها من ناحية النحو، ما هم من ناحية علم التجويد، لا، من ناحية النحو، لا يلحن فيها، فلا يخفض المرفوع أو ينصب المجرور، أو لازم يكون يقرأها على الوجه النحوي الصحيح، هذا معنى إجادة القراءة. نعم.